في بيت الملك المخور للملك فيصل والملكة عفت، ملك يدير البلد وملكة، نعم، وعندها أبنائها في البيت. الشدة، الحزم، اللين، الحنان كان الأكثر عند من؟ والله كلهم كانوا مشتركين فيه، يعني كانوا يعني نسيج مثالي لزوج وزوجة، يعني وتربيتهم يعني كانت من هذا المنطلق، وأكثرها مبني على ليس بالتوجيه يعني، بل أكثر بالعبرة وبالمثل في تصرفهم، هم كيف يتصرفوا مع الناس، كيف يتصرفوا معنا إحنا، كيف ينفذوا الشيء المعين اللي هم يريدوه، يعني وكان في تلاقح فكري بينهم غريب، يعني نادر ما تجدوا بين شخص وشخص، يعني على قدر ما أنهم شخصياتهم الاثنين شخصيات قوية ونافذة، إلا أنهم مع بعض يعني كانوا يشكلوا وحدة اندماجية فريدة من نوعها في الحقيقة، يعني تعلمنا الكثير منهم في الحقيقة من خلال المثال أكثر من خلال أنه يا فلان لازم تسوي كذا ولا لا تسوي كذا ولا إلى آخره، أن نعرف الصح من الغلط مما هم يشوفوه، من الممارسات نفسها. نعم، لما يكفوا عن شيء نعرف أنه هذا غلط، لما يفعلوا شيء نعرف أنه هذا صح.